هذه حبسة الترند، هذه صراعات الترند ديال الغزالة. هنرجع فين دي؟ ثاني ثاني سنة في الغيط هذه صاحبي دي تهبط وصلنا هذا كبرت والله وبغيت يا زويل يا حي هاكا 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 كبرت ولدي ممرض ومازال يقدرني يا العرب يا ربي هاكا هاكا صغير فلاج وبغيت المرياج هاكا 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 تهبط وصلنا هذا اشبه دائما كيخرج الدم شنو هو شنو هذا هاد القصيرات خرجوا على السيطرة صاحبي وحق الله والله ما بقاو ساهلين هاد البراشير قسما بالله جمال جمال السيدة شكون السيدة جمال السيدة شكون هي؟ هذا المغاربة صاحبي خليه يدخلوا العظم ديالي فين هذا ما تبقاش يدخلوا لي بال اخر دم على العروق ما السيدة جمال السيدة شكون هي؟ صاحبي شكون السيدة تكون جدا مو خالته دبر على راسه بيدي الاوراق يمشي يحترف على برا شكون انت بغيتي يا صاحبي؟ تخلي بعيد شكون هادي؟ انت مالك؟ فضول هذا صاحبي اه يا غدا كتنبت الشيعة حسنا طوابك الله يعطيك شي موصيله حسنا طوابك اش كيديري ما كاينكش دراهم 40 ريال في الجدات الصراحه الشرفات ما بقاوش كيحشموا كاع خرجوا على السيطره شوف الشرفات خرجوا على السيطره الشرفات الصراحة التنمر حرام على الدراري خاصش بنادم يبقى يتنمر على خليقة الله دوز بالك سلام كي جاتكم الغزالة دي غزالة راس النار خارج مشي غيس مشي غزالة دي صراحة ما كدب والله ما كدب بالله انت غزالة ما عجبكش داك الخاطر بغا يدير الغزالة راه الغزالة كيكونوا فيها غزالة حبوب ولا بوبريس ولا ما عرفت شناهو البرص الله يستر ما عرفتش بوشوية كاع ما عرفتش شناهو شوفوا عارفة راسي جيت باش نبغي شي كيفاش بغيتي نجي شكوني غزالة راه الترند الغزالة هذا انت غزالة هكا اها وجيتي بحال هكا اها شوف انا غير ما كاينش هكا ما تقنتوش مزيان وبغات تنسي دابا هنايا في البيت لا غير يا اختي لحظة غير يعني نسى ناسي في الصالة ولا شي شوفو نورمالمون نورمالمون كان غيكون بحال هكا سرعة تنقشي هكا بحال الدب دب الصراحة راجل راه بحال الله البراني ما يدوي داكشي اللي بغيت نقول قال هو صلاح شافة قال شي الشاف هذي شافة صراحة أنا اللي شافت ماشي هي حنان المغرب حنان اي تدرت وراش طمس تخن اهوه اهوه
كاين زعما الشلح ما تيكونش عندهم الاختلاط في العراسات ديالهم، كيفاش هادو زعما اللي مخطاطين كشي تيطيح مع شي ولا شي؟ انا برا لا انت ديك القضيه ملي كيبغيو الدار بنت تدخل وسط منهم القضيه غنبقاو ما كتلقاني في القطار غنبقى الكارتاج ديال ملي شي قال لي الصح ليش بعد من الجحال غدير واش انا واش انا كنت جاب شي موجه طير لك نيت كيقال لي نقرش هذاك الطيمش كاميون كان هي هذيك ولي راسك مقرود منها غير تخلي يشوف الله يستر الله يستر الله يقول لك الله يستر ما بقاش نقول لك خلق الله يقول لك الله يستر هو اللي يستر راسك تخسر راسك في ميك وش يا رجال بيو كان نايم كله فاكو انا شوف واش كيجي فيك يا خويا شوف والله يا خويا تغفلت ياكلك بالله دوما دوما زعما الثقة في نفسك غالي بالصراحة بنات ترى شوفوا علاش حنا غادي نديرو البوز بالتليفون واش نتوما با دو لا تيت فرنسي كتاكل الدق يا خويا زعما داك المنتشر ديال الامريكان كيعيشوا بحالك هادي كلها منتشرة في الامريكان صالة الزين هادي كلها متشردة هادي نعمة خويا طيحة في الأرض نعمة ما بغا تحت هادي من جوجتك دودة هذيك اللي كدير هكا قلت ليه بعد منا عاهرة راه كذا وانا باغي يبعد مني وما بغاش يبعد مني ترى مصبع عليا بايفون ثقه في النفس المال ثقه في النفس اخوتي نتعاونوا الله يحفظكم اصدقائي نتعاونوا شو ما يمشي خاوي مادام كيقول لك الزواج ما دخلتش عليك بالله اللي هرب من الزواج هرب من الطاعه هو ميكرو ولكن الصراحه هي اللي بدات تلاحظ صراحه هي اللي بدات دمو يا بطل كتشطح والله تشتك دمو يا بطل كتشطح عرفت لا وقت فيلتر بلا فيلتر لا انا كيعجبني هذا الفيلتر دري اول راس الغيل بصات الكوزه هي حاجه كبيره عطات لك اللبسه واو رفيق جاتك القندوره خطيره ديال بصح راه توسع حيدها ليا والله العظيم بالضبط علاه
علاش تبكيني يا طروح وتخليني ويا بابور الحب عذبتي قلبي يا بابور الحب عيش حياتي زعما انا الخط نقول وصلنا لاخر الفيديو الا كنتم الابطال بقيت حتى على الدقيقه هذه ما تنساوش تخليوا لي معكم ان شاء الله الفيديو بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم تاكدوا بانكم مشتركين في القناه ومفعلين معكم هذاك الجرس باش الا كانت شي حاجه جديده توصلكم نتوما الاولين تفعلوا الخط مع الفيديو خليوا لي تعليق زوين هذا الكومنت الله يوفقكم الله يوفق وليديكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر السلام عليكم.